متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. استهل الفنان مكي دفاس رسمة شاب حسني أمام محل ديسكو مغرب الذي أصبح وجهة سياحية في مدينة وهران. دي جي سنايك قد بصم على رسمة شاب حسني مع الفنان مكي دفاس وصنع الفرجة أمام محبيه في هذا المقطع. فريندز اند فولورز هم معانا اليوم. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.